صور أخرى تأتينا إذن متداولة لمشاهد اعتراض إطلاق صواريخ صوب إيلات من الجانب الإسرائيلي. إذن يحاول الجانب الإسرائيلي اعتراض هذه الصواريخ، لحد الآن لا نعلم مصدر هذه الصواريخ من أين أطلق، هل من العراق أو من اليمن أو من حزب الله، لم يتضح بعد إذن مصدر هذه الصواريخ المطلقة نحو إيلات في إسرائيل. ولكن هذه الصور والمشاهد تظهر عمليات الاعتراض الإسرائيلية لهذه الصواريخ. كان هناك أيضا عمليات اعتراض لمسيرات في سماء إسرائيل جاءت أو أطلقت من الجانب العراقي، ولكن على إيلات هذه الصواريخ لم نعلم بعد مصدرها. بالتزامن إذن مشاهدينا مع هذه الاعتراضات يسمع دوي انفجارات في الكريوت وخليج حيفا بالتزامن مع اعتراضات الصواريخ فوق إيلات. على كل المشاهدين سنبقي عينا عن الموضوع في حال استجدت أي معطيات أو علم على الأقل من أين أطلقت هذه الصواريخ.